اليوم بكل فخر أعلنا عن تأسيس الاتحاد العلاج الرياضي الأردني كمظلة للمعالجين الرياضيين، تطوير التوعية والبنية التشريعية المناسبة للقطاع. لما بلشت الشراكة مع مؤسسة ولي العهد بنيت خطة، تم العمل على إيجاد الرؤية من هذه لهذه الخطة، ومن ثم تم العمل عليها بمنهجية خلال آخر 5 سنوات. اليوم المخرج على طريق هذه الخطة هو تأسيس اتحاد للعلاج الرياضي، اللي هو سيقوم على العمل على استدامة هذا المشروع للسنوات العديدة لقدام. انتقالنا للجنة الأولمبية غير كل شيء من 3 محاور. المحور الأول تسريع الأداء، المحور الثاني التفاعل المباشر مع اللاعبين، والمحور الثالث اللي هو مهم جدا كشف ما عند اللاعبين من إصابات ومن اضطرابات طبية بحاجة لعلاج.